أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في بعض الشركات يكون هناك عامل مسلم وآخر غير مسلم، والعامل غير المسلم يكون أنشط في عمله وأفضل من العامل المسلم بكثير، فهل يجوز أن نفضل العامل غير المسلم على العامل المسلم؟ وما حكم الابتسامة في وجهه؟ هذا يا أخي أجرة في مقابل عمل، أتعطي الكافر في مقابل عمله وتعطي المسلم في مقابل عمل، فإذا كان عمل الكافر أجود تعطيه أجرة أكثر مقابل عمل، وعمل المسلم أقل تعطيه أجرة أقل على حسب عمله. ليس هذا من باب محبة الكافر، وإنما هو من باب العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم.